في جرود بعلبك الهرم المحميات طبيعية لكثير من الأشجار المميزة، لكنها كما كل المناطق اللبنانية عرضة للحرائق. لبنان جنة مقدسة وعطات روحها. بين هالجرود ببعلبك في أحراج ومساحات خضراء تحوي أشجار معمرة بفوق عمرها مئات السنين. العم جريوس من أبناء هالمنطقة يلي قرروا يساهموا بتحريجها. بيقضي معظم وقته بين أشجار الأرز والسنديان واللزاب والنجاس البري، بيهتم فيهم بأدق التفاصيل. إذا حدا بيقدر بيجي بيزور المنطقة، مثلاً السلسلة الغربية اللي هي كلها أحراج، وتشوفوا هالطبيعة هالإخضرار اللي كلها هي سنديان وملون وزعرور من جميع الأصناف الأشجار الحرجية اللي بتشي بمجد للخالق. يعني إذا واحد بيمر بقلب الطبيعة بيحس إنه نفسيته بترتاح، بيرتاح مناظره، ونحن عشقنا هالشجرة هالسنديان لأنه هيدي قوة الماعز. هون المنطقة نحن محافظين عليها شوي، بنمنع المشاحير، بنمنع يصنعوا فحم بالنسبة إنه يعملوه للتشحيل، لأن كونه بجانب الطرقات لما تجي يصير في حرايق. الشجرة بتعني لك الحياة، البيئة، الطبيعة، هيدي بتصير تواكبية، أنت بترفق عمرك وبتضل لأولادنا وللأحفاد تبعنا بتضل كمان. ولكن بلحظة وبخطأ بشري واحد كل هالثروة ممكن تختفي وتتشوه. محافظة بعلبك الهرمي هي غنية، عندها شجر أحراش كتير واسعة، عندنا مواسم بالحرائق كتير كبيرة، وعندنا معاناة كتير بصعوبة تطفية الحرائق لأنه ما في طرقات، طرقاتها ما إلى طرقات. للحقيقة آلياتنا نحن كتير قديمة، هي موديل 2000 صارت 23 سنة، بعد ما تطورت هالمعدات بطراز جديد بآليات جديدة، بعدها من سنة 2000 وقت اللي اجت هالسيارات بعدنا منصلح فيهم، كل ما طلعنا مهمة في خرابين للسيارة. بتمنى الناس تكون واعية معنا بالحرائق، ما تسبب الحرائق لأنه خسارة علينا نحن. ضل عندي هام الشباب ما يصدروا شيء قبل كل شيء، قبل يعني إذا صار حريق حريق واقع، بس الشباب ما يتضرروا ما يسيبوا شيء، هذا هام أول شيء. ثاني شيء مستعين بكل الناس الموجودة هناك ونحن مستعدين لكل شيء، ونحن جاهزين لكل المساعدة على 125 وعلى 175 دائما نحن موجودين.